سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي أيوب عليه السلام. الحلقة الأولى. ازيك يا عمر؟ انا كويس، اهلا بيكم، اتفضلوا. مساء الخير يا حبيبي. اهلا 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 بالشباب، اهلا. الحمد لله، اتفضلوا يا اولادي، اتفضلوا. الله يخليك يا خالتي الصفية ويديك الصحة والعافية. الحمد لله، مشتاق لكم والله ولقصصك الجميلة. الله يخليكم، انا ذاتي مشتاق لكم والله. يحفظكم الله ويخليكم انت يا اولادي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك. ايوه يا خالتي صفية، عايزينك تحكي لنا قصة، يلا جيناك من هناك. ان شاء الله هحكي لكم قصة، بس في الاول خلونا نشرب لنا شاي، وبعد ذاك باذن الله هحكي لكم قصة النبي ايوب عليه السلام. ايه رايكم؟ يا سلام. تمام. شاي فعلا عايز اسمع القصة الجميلة دي. قصة سبحة، شكلها حتكون قصة ممتعة. أنا سمعت أنه سيدنا أيوب مر بابتلاءات ومحن كثيرة، لكن في النهاية ربنا أنقذه ووضعه في المكان الراد له. فعلا يا سكينة، أنا حابدأ لكم القصة وحلخصها لكم لأنها طويلة شوية. سيدنا أيوب عليه السلام يا أولادي عاش في منطقة اسمها عوص شرق نهر الأردن، وكان رجل تقي وصالح بيعمل الخير ولا يقرب الشر أبدا. سيدنا أيوب يا جماعة كان عنده 7 أولاد و3 بنات، وكان غني جدا، وكان عنده 7000 خروف، ومن الجمال كان عنده 3000، وكان عنده 1000 ترمحات و500 من الحمير، وكان عنده خدامين كتار جدا. سيدنا أيوب كان أغنى رجل في المنطقة كلها وكل المناطق اللي حولها. وأولاد سيدنا أيوب 7 يا جماعة كانوا بيعملوا عزومة بصورة منتظمة، كل مرة كان بيعملها واحد منهم، وكانوا بيدعوا أخواتنا 3 للعوازين دي. وبعد كل عزومة كان سيدنا أيوب عليه السلام بيأمر أولاده إنه يتطهروا، وبعد ذاك كان دايما بيقوم تاني يوم في الصباح بدري ويقدم ضبايح فدا محروقة عن كل واحد منهم، لأنه كان بيقول يمكن يغضب ويحصوا الله ولو بالسر. وفي مرة الملائكة وقفوا قدام الله سبحانه وتعالى، والشيطان دس نفسه وسطهم، والله قال للشيطان أنت جيت من وين وجيت هنا ليه؟ أنا كنت بتجول بتمشى في الأرض عشان أدي عملي. والله قال للشيطان أنت شفت عبدي أيوب؟ ما في إنسان في زمنه زيه، رجل تقي وصالح وبيعبدني بإخلاص وما بيقرب الشر أبدا. لكن أيوب بيعمل كده ليه؟ مجان؟ ما انت حميته هو وعائلته وامواله وحفظته وباركت ليه في رزقه وماله واعماله، عشان كده بقى تقي وصالح، لكن كده مد يدك واضرب اولاده وامواله ومواشيه وشوف هيحصل كيف ويكبر بيك. الله قال للشيطان أنا حصلتك عشان تخرب كل ما لعبدي أيوب، لكن بس ما تمد يدك وتعزيه. والشيطان بعد الكلام ده طلع من محضر الله فرحان باللي حيعمله في أيوب. أها، والشيطان لقى الفرصة وبدأ ينفذ الشر ضد سيدنا أيوب. وكانت البداية لما كان سيدنا أيوب قاعد في بيته، وفجأة جاه واحد من الرعاة وقال له يا سيدي البقر كانت بتحرك في الأرض والحمير كانت بترعى جنبها، وفجأة
هجموا علينا ناس مسلحين بالسيوف بالسيوف مسلحين بالسيوف من أهل سبا وقتلوا الرعاة وأخذوا كل شيء معهم كل شيء. بس أنا برايا اللي نجيت هسا جيت أكلمك بالخبر الكعب ده. وقبل الراجل ده ما يكمل كلامه كويس جاه واحد تاني من الرعاة وقال له: يا سيدي يا سيدي نزلت علينا صاقعة من السماء وحرقت الرعاة والغنم كلها، بدل المركت وجيت عشان أقول لك المصيبة. وقبل ما الراجل ده يخلص كلامه كويس جاء راعي تالت برضو لسيدنا أيوب وقال له: يا سيدي أنا بجت ما عارف أقول لك شنو. جمالك جمالك كانت بترعى في أمان الله والرعاة كانوا مراقبنا، وفجأة جاءت ثلاثة عصابات من الكلدانيين وهجموا قتلوا الرعاة بالسيوف وأخذوا الجمال، وأنا بس نجيت وجيت هسا عشان أكلمك. أنا متأسف يا سيدي لأنه فعلا ده خبر كعب جدا. ومع نهاية كلامه جف المرة دي لسيدنا أيوب واحد من خدامينه وقال له: سيدي يا سيدي أنا أحصابي بايظة خالص وقلبي مضعون بخنجر، أولادك وبناتك يا سيدي أولادك وبناتك كانوا متلمين لما حلوة وفرحانين وبيأكلوا وبيشربوا في بيت ولدك الكبير، وفجأة جاءت عاصفة شديدة جدا هبة من الصحراء وهدمت البيت فوقهم وماتوا كل الناس كانوا موجودين في البيت بس أنا المركتة، وجيت عشان أجيب لك الخبر الشوم ده يا سيدي. وسيدنا أيوب بعد ما سمع أخبار المصايب دي كلها وبالأخص خبر موت أولاده وبناته قام شرط شدومه وحلق راسه وخر ساجد لله وقال: تباركت أيها القادر الرحمن تباركت أيها القادر الرحمن تباركت في الخير والأحزان تباركت في الخير والأحزان. أنا طلعت من بطن أمي عريان وعاري حموت وارجع كمان، انت المعطي يا الله انت الآخر انت المعطي يا الله انت الآخر، لك العزة وليس على حكمك ما أخذ، لك العزة وليس على حكمك ما أخذ. وبالرغم من المصايب والفاجعة الرهيبة دي سيدنا أيوب صبر واحتسب وما اعتبر إنه الله جازاه بشر أو وقف ضده. وفي مرة تانية الملائكة وقفوا قدام الله والشيطان برضو جاء واندس في وسطهم، والله سبحانه وتعالى سأل الشيطان وقال له: انت جيت من وين وجيت ليه تاني؟ والشيطان رد: انا كنت بتجول وبتمشى في الارض وادي عملي. والله قال له: انت شفت عبد ايوب؟ ما في انسان في زمنه زيه في التقوى والصلاح، وشفته كيف انه مخلص في عبادته، ومع اني استجبت لطلبك وابتليته لكن برضه فضل متمسك بتقواه وصلاحه وما عصاني ابدا. والشيطان قال لي: الله لانه نية الانسان ممكن يضحي بكل شيء عشان يمرق نفسه، لكن كده مد يدك واضرب في عظمه ولحمه وحتشوفه على حقيقته وحيحصاك ويغفر بك كيف. والله قال للشيطان:
أنا سلمتك أمره، أنت قوم بالمهمة دي وأعمل الكلام اللي طلبته ده، لكن ما حسمح ليك تقتله. والشيطان طلع من محضر الله، ولأنه كان متحمس جدا جدا قام بسرعة مشى لسيدنا أيوب وطوالي ضربه لغاية ما جسمه كله تملى جروح خطيرة ومؤذية ومؤلمة جدا من راسه لغاية راحت رجله. وسيدنا أيوب قاعد فوق كوم من التراب والرماد في كوشة خارج المدينة، وشليه قطعة صغيرة من الفخار المكسور وبقى يحك بيها في جروحه. وزوجته قامت مشت ليه هناك، ولما شافت حاله ده استنكرت واستغربت وقالت ليه: بعد ده كله انت لسه بتطيع في الله وبتؤمن به؟ بعد كل اللي عمله فيك ده احسن لك تكفر به وتموت. وسيدنا ايوب استنكر كلام زوجته الغريب ده وغضب وقال ليها: ده كلام شنو؟ ده كلام شنو؟ كلام الكفر والجهل بتاعك ده؟ يعني بس تقبل الخير من الله وما نقبل الابتلاء؟ مش كل ده بيد الله؟ الحمد لله على كل شيء قدره. وطبعا يا جماعة الكلام ده بيوضح انه سيدنا ايوب لغاية حسي ما غلط ولا احترض ولا ايمانه بالله تزعزع. سيدنا ايوب يا جماعة كان عنده 3 من اصحابه قريبين منه، واحد منهم كان اسمه اليافاز، والثاني كان اسمه بلدد، والثالث كان اسمه صوفر. الجماعة دي لما سمعوا بالحصل لصديقهم أيوب اتفقوا على ميعاد إنهم يتقابلوا عشان يمشوا له مع بعض ويواسوه. وفعلا اتلاقوا وقاموا مشوا له. برضو كان في شاب أصغر منهم اسمه إلياه بن بركيل قاعد جنب أيوب. أحد جماعة دي لما وصلوا وشافوا أيوب من بعيد أول مرة زي ما عرفوه، ولما تأكدوا منه بكوا بصوت عالي وشرطوا ملابسهم وكبوا التراب فوق رأسينه وقعدوا جنبه في الواطة 7 أيام بلياليها، وما قدروا يقولوا له ولا كلمة واحدة لأنهم شافوا حالته اللي كانت صعبة جدا. يلا يا أولادي، دي كانت نهاية الجزء الأول. خلونا نجيب، لا خلونا نجيب. أنا عارف القصص دي ممتعة جدا وبتحبوها، لكن كمان أنا ما بقدر طوالي، أدوني حبة كم يوم كده وإن شاء الله بتملكم الباقي. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.